السلام عليكم ورحمة الله. أخواني هواي أسئلة تجيني بالتعليقات، يشكون من الشاشة الرقمية هاي، يقولون أنها ما جاي تقرأ صحيح. طبعا هاي الشاشة هي اللي موجودة حاليا يبيعونها بالسوق، أكو نوع بيه 3 أسلاك وهذا النوع بيه أسلاك 2، أبو المشكلة هذا بالأسلاك الـ2 اللي هنا موجودات، هاي الأسلاك شنو المشكلة مالته؟ المشكلة لما نبدي نخفض بالفولت يظل يتراجع 3 8 7 6، وصلنا للـ3 تبدي الليدات بالانخفاض، ظل ما تشتغل الليدات تنطفي، بعدها تطفى الشاشة. طبعا الشيء اللي ما تعرفونه هو ان القراءة موجودة، القراءة حاليا موجودة، اذا هي 2 موجودة صحيح، لكن الشاشة ما مشتغلة حتى تراوينا ان اكو قراءة، وهذا وها هي قيمة الجهد الموجود، يعني الفولت انخفض عن الليدات. فشنو المشكلة؟ المشكلة هي ان اللي سويته الشركة هنا لغت الخط الثالث اللي موجود وشغلت بس على خطين، بحيث انك انت من تنطي فولت راح تنور ويا الشاشة وتقرأ الجهد، فهذا الشيء غلط، لان احنا مثل ما نعرف انه الافوميتر لازم تخلي له بطاريات، تخلي له بطاريات على مود العقل يشتغل والإنارة الشاشة تشتغل بجهة ثانية، الإنارة ما لها شغل بالقراءة، يعني هذا اللي أحب أقصه لكم. فنبدي إذا أعطينا زيادة بالجهد راح تشتغل الشاشة، تبدي من 3. إحنا هذا الشيء ما نحتاج، إحنا نقرأ 1 فولت ونقرأ النص ونقرأ الأقل من النص، 2 بالعشرة، 3 بالعشرة من الفولت. فهسه اللي نسوي إحنا نوصل هذا الخط ونعطيه تيار كهرباء، نعطيه جهد ونحاول نشوف الطبلة تشتغل لو لا. فنحضر 3 أسلاك، أزيل الأسلاك القديمة اللي هي الموجب بالمنتصف صاير والسالب هذا اللي جراوند المشترك، وأخلي بمكانه 3 أسلاك سوى مدموجات حتى تكون الشغلة أرتب. فشنو اللي موجود هنا على البوردة؟ موجود، خلينا نقرأه نشوف شنو اللي موجود. موجود هو الفولت السالب والفولت الموجب، الخط الثالث هو القراءة. فاحنا راح نربط ونشوف يشتغل لو لا. نوصل السالب اللي هو الجراوند الرئيسي، وهذا المنتصف هو الموجب، وبالطرف الموجب الآخر أيضا هو موجب، وانطي السالب اول شيء ركبه، وبعدين اشوف الموجبات، هاي موجب اللي يشتغل عليه وتقراه صحيحه. هذا الموجب انطاني 5 وقللت الفولت ايضا انخفض، اذا ماكو فايده مو هذا الخط، اشتغل على الخط الثاني وابدي اخفض الفولت للـ3، ايضا طفأت الشاشه وضعفت. اذا ذل الخطين موجودات هنا مدموجات بداخل الخريطه، ما معزولات، يعتبر بهذا الشكل داخل الخريطة، يعني لازم اكو دمج موجود هنا، ولازم نفصل هذا الدمج حتى ينعزل الموجب على الموجب، موجب القراءة على موجب التشغيل. اذا لاحظ هنا على البوردة هنا R3، هنا يعني المقاومة الثالثة حسب رمز الشركة، الR هي مقاومة والثري تسلسلها، هنا المقاومة هي 0 موجودة بين هذا الموجب وبين هذا الموجب، يعني هنا اكو توصيل بين هذا الطرف وبين هذا الطرف. اذا هاي المقاومة هي اللي وصلت زائد التشغيل وزائد الفحص، لازم تتشال هاي المقاومة اللي موجودة هنا هاي. هسه رفعنا المقاومة اللي موجودة بين الموجب الأول والموجب الثاني، هاي المقاومة. هسه بعد ما شلت المقاومة من هذا المكان اللي موجود هنا، المفروض القراءة اللي راح تعطيني بها الشاشة هي 0، وسلك راح يكون لازم طافي إلى أن ينطي قراءة. فالجراوند اللي هو السالب الوصلة بدون أي إشكالية عنده،
ظل هذول السلكين، واحد من هذين هو للتشغيل هذا نقطة صفر، وهذا هو للقراءة. يعني هذا إذا أخليه على الموجب يعطيني ايش قد موجودة الكهرباء، أعطاني 5. بهذا الشكل تغذي اللدات بش اسمه بتجهيز كامل للجهد اللي حتى تبقى دوم مشتغلة، وتبدأ تفحص الفولتيات المنخفضة اللي عندك. يعني لا تخلي بطارية، كشرح شوية أبسط، لا تخلي بطارية 9 فولت أو من 5 فما فوق، حتى لو تخلي أي شو اسمه شاحنة مال تليفون أو أي شيء تخليه، أو بطاريتين، المهم تشغل والباقي يفحص. هسه راح أركب بطارية. المصدر مال الكهرباء اللي راح أعطيه له هو بطاريتين مال تليفون ذني 8 فولت، أوصل الموجب اللي شغل لي الآلية مالته العقل للشاشة، عفوا اللي شغل الشاشة مالته للدات، واربط السالب وسالب البطاريات ال 8 فولت هنا حتى تشتغل عندنا الشاشة. اشتغلت الشاشة حتى تشوف القراءات، هاي مجرد بس عين، بس مجرد لرؤية القراءة، هاي الحركة اللي سويناها والمقام اللي عزلناها. اللي بقى عندنا، بقى عندنا هذا القارئ، هذا هو خط القارئ، هذا الفولت مكتوب عليه في دي، هذا ويا الجراوند ويا السالب راح يشترك ويفحص لنا البطاريات، يصير الفحص بهذا. ودائما لما تريد تخلص شغل بدون فحص تطفي شو اسمه الكهرباء عنه حتى تطفي اللدات. هسه راح نفحص هاي بطارية 1.5، اريد افحصها واشوف يقراها لو لا. اخلي الموجب على الموجب، وهذا السالب اعطاني 1.3، 1.2 قراءة البطارية. هاي بطارية ثانية 1.2، القراءات مالته مضبوطة كلش. هسه نقيس البطارية اللي فيهم، هاي بطارية اللي فيهم راح نقيسها، الموجب هنا وهذا السالب، قرانا 3.8، تشوفونها قراءة مضبوطة وصحيحة. هاي هي طريقة تشغيل الشاشة بالنوعية هاي الجديدة، وتحويل هاي الشاشة إلى أوفوميتر أو فولت ميتر بالأصح، إلى فولت ميتر. وإذا أريد أفحصها بالباور سبلاي عنده وأشوف التسلسل مال الفولت قاعد يقرا له لا، أبدي أركب على الباور سبلاي والبطارية وأخلي الباور سبلاي يعطينا فولتيات. تشاهدون طريقة رفع الفولت بي وانسيابيته، وهسه افتح ثبات ايضا وابدي ازود بيه. كل قراءة يعطينيها ويا شاشة مشتغلة كلش زين، انارتها جدا منتظمة وحلوة. بهذا الشكل قدرنا نضبط الشاشة هاي قارئة الفولت ميتر. واذا تحب ترجع للوضع السابق تدمج الابيض اللي ربطناه اللي هو الحار، هذا الحار الدمجة ويا الأحمر القديم اللي هنا، ونعطي البارد السالب نعطيه ونوصل الموجب، لكن القراءة فقط فوق 3.5. يلا تشتغل الشاشة هنا، اشتغلت ايش قد عندنا فوق 3.5، يلا تشتغل الشاشة. هذا هو الوضع القديم للشاشة هذا، وأنا ما أفضل طبعا. شكرا لكم وإن شاء الله تستفادوا من هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.